فيديو النهاردة هنتعرف فيه ازاي نعمل علب صغيرة نحط فيها المنتجات الصغيرة بتاعتنا، وطبعا نقدر ننفذها بأي حجم حتى لو احجام كبيرة. اول حاجة هنجيب معانا ورق فوتو بيبر، ده ورق فوتو بيبر بيقبل الطباعة الانكجيت، وبنجهز التصميم بتاعنا على البرنامج الخاص بالكتر بلوتر، وبندي امر طباعة زي ما احنا شايفين. دي برينتر ابسون وطبعت لي الورق بالاشكال اللي انا عايزاها. حطينا الورق على الكتر بلوتر، واحنا طبعا بنستخدم كتر بلوتر سكاي كات، احدث كتر بلوتر بكاميرا وبيقرا الطباعة اوتوماتيك. الكتر بيقطع معايا خامات تقيلة لغاية 750 جرام للمتر المربع، خامات سادة او مطبوعة متسلفنة او بدون سلوفان. الكتر بيقطع تقطيع دقيق ومن غير اي ترحيل مهما كان حجم الملف. زي ما احنا شايفين عمل لنا كمان خطوط التكسير والريجة علشان اقدر اطبق العلبة على طول وما يبقاش الموضوع فيه اي صعوبة عليا. مجرد بس بحط اللاصق بتاعنا وببدأ اقفل العلبة بمنتهى السهولة، الموضوع ما بياخدش مننا دقايق. وبكده نكون حصلنا على علب صغيرة او كبيرة او اي حجم.